في إطار جهود إبراز الوجهات السياحية في المملكة، شاركت وزارة السياحة في المعرض الدولي للسياحة في العاصمة الإسبانية مدريد، المعرض الذي يقام هذه السنة بين 24 و28 من يناير الجاري. طبعا احنا عقدنا اجتماع مع معالي نائب وزير السياحة الإسباني، وقمنا لجنة تفعيل للشراكة بين البلدين في مجال السياحة على هامش زيارتنا لمعرض فيتور الدولي، وكان اجتماع موفق أنجزنا فيه ما تتطلع إليه الدولتين. وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة وإسبانيا، عقد وفد وزارة السياحة على هامش المعرض عدة لقاءات مع كبار المسؤولين والخبراء والمهنيين لبحث فرص الاستفادة من المبادرات والمشاريع المشتركة. لا شك أن السعودية تمتلك مقومات سياحية هائلة، وذلك بسبب تاريخها وتراثها الفريد وطبيعتها الغنية، كما إنها قررت تطوير قطاعها السياحي. كل ذلك سيحولها إلى وجهة سياحية من الدرجة الأولى. المملكة أيضا ترأس فريق العمل المناط به رسم إعادة رسم مستقبل السياحة، وإسباني نائب الرئيس فريق العمل، ناقشنا أوجه التقدم المحرز في هذا الفريق، وبإذن الله تعالى المملكة ستستضيف الاجتماع الثاني لفريق العمل في الربع الثاني من هذا العام. وزارة السياحة تعمل على توحيد جهود المؤسسات العاملة في القطاع، مستهدفة رفع تصنيف المملكة بوصفها وجهة عالمية بالتعريف بالمعالم السياحية والترويج للفعاليات التي تقام على أرضها. معرض السياحة الدولي فرصة جديدة لتعزيز الشراكة السياحية بين المملكة وإسبانيا وتفعيل الاتفاقيات التي تهدف لتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات بين البلدين. حميد بلحسن، الإخبارية، مدريد.